قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن الاختلاف في الرأي مهم، ولكن الاختلاف في الفهم بمثابة مشكلة، مشيرا إلى أن قدرات مصر الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة في قطاعاتها المختلفة. وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة بالتلفزيون المصري، أكد الرئيس السيسي أن الدولة ترحب بمن لديه حل وتدعمه. بقول لك إن البلد دي قدرتها الاقتصادية لا تسمح بتقديم خدمة جيدة في قطاعاتها المختلفة. ده أنا بعترف لك، بقولك ما أقدرش، مش أنا اللي ما أقدرش، قدرتها ما تقدرش، الدولة قدرتها ما تقدرش. طب ليه؟ هي إمكانياتها كده. إن كان حد يقدر يعمل حل يجي والله معايا وأنا هبساعد بيه، أي حد، وعينه مسؤول ويتولى ويشوف، وهسقف له وأبقى سعيد بنجاحه، لأن نجاحه هيبقى نجاح لينا كلنا، نجاح هذا يعني اللي بيتكلم وبيطرح حلول ومهتم قوي بالمواطن وظروفه الصعبه، انه يعني ما حدش يعني مهتم بيه ولا بيخلي باله منه. لا ده خطير الكلام.